مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد اليوم، ونناقش في الملف الأول في هذه الحلقة حقيقة الوضع الأمني في بنغازي بعد الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية تسليم الورفلي نفسه إلى الشرطة العسكرية في المرج. وفي الملف الثاني نتابع تطورات الأوضاع العسكرية في مدينة درنة عقب تهديدات العميد سالم رفادي بقرب دخولهم إلى المدينة عنوة والبيانات الصادرة عن الطرفين. شهدت مدينة بنغازي ليلة البارحة احتجاجات واسعة إثر انتشار خبر احتجاز الرائد بالقوات الخاصة محمود الورفلي بمقر الشرطة العسكرية في المرج، حيث قام المتظاهرون بإضرام النيران في عد من الشوارع وأطلاق النار في الهواء. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. خرج الورفلي في مقطع مرئي مصور أعلن فيه عزمه تسليم نفسه للشرطة العسكرية بمدينة المرج، فخرجت على إثر ذلك مجموعة من المسلحين الغاضبين في بنغازي رافعين لافتات كتب عليها كلنا محمود الورفلي، مغلقين أغلب شوارع المدينة الرئيسة في مشهد أكد حقيقة الانفلات الأمني الحاصل بمدينة المنارة. الورفلي نفى تعرضه لأي أذى في إشارة إلى انتشار خبر مقتله أثناء التحقيق معه، داعيا المتظاهرين في بنغازي وهم خليط من المدنيين المسلحين وعسكريين وأمنيين يحملون رتبا متفاوتة إلى العودة إلى بيوتهم، وتلك دلالة أخرى تشير إلى تفكك المنظومة العسكرية التي يقودها خليفة حفتر وعدم انصياع مسلحيه لتعليمات قياداتهم العليا أو خضوعهم للقانون العسكري الذي يجرم التظاهر والتجمهر. المسلحون أضرموا النيران في عدد من شوارع بنغازي وقاموا بإطلاق النار في الهواء كنوع من التهديد الصريح في حال تعرض الورفلي لأي أذى، وهو ما حمل آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة على الخروج في تصريحات متلفزة مطالبا المحتجين بالتهدئة. ومع حلول صباح الخميس هدأت الاحتجاجات وجرى إعادة فتح الطرق في المدينة مع استمرار احتجاز محمود الورفلي، ليبقى السؤال المطروح هو من يحكم من داخل بنغازي؟ ولمناقشة هذا الملف نرحب بضيوفنا من داخل استوديوهاتنا، بداية الباحث والمحلل السياسي السيد سنوسي البسيكري، ومعنا عبر الهاتف من تونس عضو مجلس النواب سيد زياد دغيم، كذلك عبر الهاتف معنا من القاهرة رئيس منظمة ضحايا لحقوق الإنسان ناصر الهواري، وعبر الأقمار الصناعية من بيروت معنا الصحفي السيد عبد الحكيم معتوق. أهلا وسهلا بكم جميعا. نبدأ مع السيد سنوسي بداية، يعني أحداث الأمس في مدينة بنغازي، إغلاق المحتجين للطرق احتجاجا طبعا على استدعاء محمود الورفلي للتحقيق، تعليقك وقراءتك لهذا المشهد بشكل عام؟ الحقيقة يعني أحداث الأمس يمكن قراءتها من خلال مجموعة من النقاط المهمة. الأولى أنه الحديث عن أنه بنغازي تعافت وبنغازي آمنة ومستقرة، أحداث الأمس وأحداث سبقتها خلال الست الأشهر الماضية تؤكد بأنه الأمر خلاف ذلك، ولذلك بنغازي محتاجة إلى رؤية جديدة مخالفة مختلفة عن المقاربة اللي هيمنت خلال الست سنوات الماضية. أعتقد أنه نحن محتاجين حتى نراجع إدارة بنغازي منذ فبراير، هذه مسألة. الثانية، أحداث الأمس أكدت أنه محمود الورفلي شخصية غير عادية بالمفهوم السياسي. كيف غير عادية؟ الرجل يمثل جناح ديني له نفوذ عسكري، تيار ديني سلفي له نفوذ عسكري. أحداث الأمس أكدت أنه نفوذه وتأثيره يخرج عن هذه الدائرة إلى دائرة أوسع، قوات الصاعقة، ما يسمى بمجموعات الإسناد في الأحياء، في عدة أحياء في بنغازي. في مكالمة التلفونية الشهيرة مع عون قال بأن معي كل بنغازي معي 5000 رجل. أوصل الرسالة في تلك المكالمة شفاهة، وأوصلها بالأمس من خلال ما حدث مشهد على الأرض. هذه مسألة مهمة. الثالثة، أطروحة أنه هناك مؤسسة عسكرية وجيش، أحداث الأمس تؤكد بأنه هذا الجيش لا يزال مشروع هلامي ومش حقيقي على الأرض. المجموعات اللي أمس ليست منضبطة، المجموعات اللي أمس لم
تنقاد إلى أوامر عسكرية، بل تحدث القيادة العامة وتحدث بعض مفاعلين الاحتجاج بأمس وقال بأنهم مستعدين لإسقاط القيادة نفسها. هذه مسألة. المسألة الرابعة، سيطرة حفتر على بنغازي، قلب برقة وقلب المنطقة الشرقية، باعتبار أنها ورقة سياسية مهمة له في صراع لأجل تحقيق طموحه السياسي. نعم. المنشود. أحداث الأمس تثبت بأن خليفة حفتر ليس متمكنا من بنغازي. السبب في ذلك نقطتين مهمتين، قوات الصاعقة ومجموعات الإسناد ليست منقادة لحفتر، وأحداث الأمس أكدتها. هناك الكتائب الأخرى، كتائب الجهوية أغلبها يتبع قبيلة العواقير، هناك خلافات معروفة ما بين القبيلة أو جناح منها وبين حفتر. فإذا هذا يقول لنا بأن حفتر ليس متمكنا من المدينة، أكدت أحداث الأمس هذه المسألة. نعم. وبالتالي هو في وضع محرج في أن يسوق نفسه أكثر داخليا، وفي وضع محرج في أن يثبت العالم الخارجي الأطراف الدولية المهمة أنه فاعل على الأرض. نعم. طيب نذهب كذلك لسيد ناصر الهواري عبر الهاتف. سيد ناصر، الآن يعني في هذا المشهد مثل ما نرى الأخبار تضاربت حتى للآن، يعني حول إطلاق سراح الورفلي من عدم خروج احتجاجات البارحة، أولا يعني ما دلالة التضارب الموجود الآن وحتى يعني احتجاجات البارحة وما تدل عليه برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دعونا نؤكد بأن هناك مشكلة وهي مكررة، ليس في المرة الأولى أنه عقب النزاعات والصراعات المسلحة توجد حالة من عدم السيطرة على المسلحين أو على المقاتلين أو على السواء أو ربما حتى على جنود الجيش النظاميين. ذلك أن هؤلاء الأشخاص خاضوا حربا طويلة مع تنظيمات متطرفة، قتل منهم الآلاف وبترت أرجل وأيدي ربما المئات منهم، والوضع اصبح صعب بالنسبه لهم. يعني اغلبهم حملوا اخوانهم على ايديهم قتلى ومصابين وجرحى جراء هذا الصراع المسلح الذي امتد لسنوات منذ بدء الكرامه وحتى اليوم. لذلك هؤلاء الشباب المسلحين يعيشون حاله من عدم من السيطره، وهي حاله طبيعيه. يعني انا لا ابرر ما قمت من افعال، لكن هي حاله طبيعيه تعقد الصراعات. لذلك كان من الواجب ان أو من الواجب الآن على القيادة العامة للجيش وعلى الدولة عموما أن تبدأ في استيعاب هؤلاء الشباب وفي محاولة التأهيل النفسي لهم ومحاولة استيعابهم داخل منظومة الدولة سواء المدنية أو العسكرية حتى يستطيعوا السيطرة عليهم. إذا نقوم بتحت الفعل ستتكون لدينا ميليشيات ومجموعات مسلحة لم تستطيع السيطرة عليها. ما حدث بالأمس في بنغازي من هؤلاء الشباب انتصارا لمحمود الورفلي الذي يرى بعض الشباب رمز، الذي يرى بعض البعض الاخر حتى للمواطنين بانه قام بالقصاص لهم من هؤلاء القتلة الذين قتلوا ابنائهم في بنغازي وغيرها. هذه الحاله الان هي مسيطره على الشارع، لا ننكر ان الشارع الان في بنغازي فيه انقسام، عدد كبير لا يرضى بافعال محمود الورفلي. يعني هي مساله سيطره ربما برايك سيد ناصر. فقط لي يعني لوقت هذه الحلقه نذهب للسيد زياد دغيم عضو مجلس النواب. سيد دغيم، اولا يعني موقف مجلس النواب من احتجاجات الامس من مساله استدعاء محمود الورفلي، وايضا يعني هذه الدلالات التي يتحدث عنها البعض بانه ليس هناك سيطره امنيه حقيقيه في مدينه بنغازي. نعم. شكرا لحضرتك، تحيه لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين. نعم. بكل تاكيد ان هذا الملف هو ملف حساس ومفخخ اذا صح التعبير. ومن اكثر من ذلك، انا عن نفسي لن اعيد واكرر وجهه نظري، بل اسمحي لي ان اذكر المشاهد والمتابع وعلى قناتكم في اكثر من مناسبه في هذا الملف، ملف السيد ما قام به وما يقوم به العقيد الورفلي. وايضا كانت البدايه منذ اول ما تسرب او تم تسريب هذه المقاطع في قنوات اخرى منها قناه الحره الامريكيه وغيرها. نعم. وتعرضت للاسف الشديد في اكثر من مناسبه من ضيوف الحلقة إلى التهديد بأني سيتم ضمي للقائمة الجرائم الدولية وغير ذلك.
وكأننا نحن نروج أو ندافع عن هذا الفكر. لذلك أتوقع وأشعر أن كل الضيوف أو كل من يتكلم في هذا القضية يشعر بنوع من الضغط ونوع من التهديد الدولي في هذا الخصوص. ولكن أذكر ما قلته سابقا وليس اليوم، أن عملية قيام المنظمات الدولية بعملية انتقائية لبعض المخالفات حسب القانون الدولي، كان الهدف منها هو ضرب فتنة وشق صف وضرب الجيش الليبي في بنغازي في بعضه أو بين أطرافه وبين قيادته وبين أجزاء من هذا الجيش، وهذا ما حدث بالفعل. ولكن كان هناك تصرف حكيم من الكثير، وجهود بذلت كثيرا خلال اليومين الماضية، أشكر فيها كثير من الأخوة وحتى السيد النواب على مدينة بنغازي وعلى ومنهم السيد عيسى العريدي وغيره وغيره. إذن الموضوع هو موضوع سياسي مضطري بدرجة أولى. بكل تأكيد أن السيد ما ذكرته سابقا ليس الآن، وأتمنى تعود للتسجيلات، أن السيد العقيد الوفلي يمثل حالة شعبية بنغازية جارفة. طيب سنعود لك سيد زياد، عذرا سيد زياد المقاطعة الآن، سنعود لك لكن نذهب إلى ضيفنا كذلك عبر الأقمار الصناعية من بيروت السيد عبد الحكيم معتوق. سيد معتوق نبدأ معك بمسألة أو أعود معك حتى لمسألة استدعاء محمود الورفلي وخروج جهات أخرى تطالب بإطلاق سراحة، من الناحية الأمنية على ماذا يدل ذلك برأيك؟ مساء الخير لك ولضيوفك. أول حقيقة المشاهد التي سربت عبر مواقع التواصل أو حتى في وسائل إعلام مختلفة لا شك بأنها تثير حفيظة كل المنظمات الحقوقية سواء كانت ليبية ولا عربية ولا دولية، لأن تشي بأن هناك نوع من استيفاء حق بالذات، يعني وهذا لا ينسجم مع كل الشرائع والقوانين صراحة في ليبيا ولا غير ليبيا. وكأني بسيد الرائد هذا محمود الورفلي يريد أن يقتص أو يقتص من الجنات بشكل مباشر، ويعطي أو يرسل رسالة بأن نحن سوف نعاقب هؤلاء بطريقتنا دون أن نكترث بأي قانون دولي. وهذه مسألة حقيقة في منتهى الحساسية بالنسبة لي. نحن طبعا عندما نراقب بكل تأكيد سوف نصف المنظمات الدولية بأنها تكيل بمكيالين أو تتعامل بازدواجية، وهذا فيه كثير من الحق يعني بالنسبة للجانب الليبي. ولكن الحالة الليبية هي كل حالة يعني مضطربة و تعطي في درائع حقيقة للآخرين بأن يمسكوا مثل هذه المستمسكات على مؤسسة رغبنا وأمنا أن تكون واحدة ومفعلة ويعاد بناها بشكل علمي وجديد وينضوي تحت إطارها كل المخرطين في الجيش منذ بداية تأسيس الكليات العسكرية في ليبيا. لكن للأسف الشديد يعني واضح أن إعادة هذا البناء شابه قصور يعني وخلل بنيوي وخلل تنظيمي أيضا. هذه الحالة ربما لا أبتعد كثيرا عن توصيف زياد، لأن الذي سمعته من محمود شخصيا في كثير من التصريحات التي أدلى بها هو يشكل حالة خاصة. يعني الفورة التي حصلت في بنغازي في بطل 2014 وهي كانت مطلب شعبي لدى كثير من سكان بنغازي وسكان الشرق الليبي بأن هناك جماعات مسلحة عقدية وأخرى خارج على القانون تحتاج إلى من يتصدى لها، لأنها أنت تعرفين سجلت ملف حقوق الإنسان في ليبيا في ذلك العام عشرات الجرائم. طيب سنعود لك سيد معتوق في مسألة التصدي لهذه الظواهر أو الظاهرة يعني التي مثل ما أطلقت عليها الآن، نذهب كذلك لإليك ونعود لك من جديد سيد السنوسي. يعني الآن البعض يشير بأنه يعني منظمات دولية تكيل بمكيالين أو لديها معايير ربما بعض الشيء
مزدوج، هناك يعني تتحدث عن هذا، يعني لا تذكر ذلك، تغض يعني الطرف عن أشياء معينة في ليبيا، يعني في انتقائية حتى في اختيار الأمور أو الملفات التي تدينها أو تستنكرها أو تطالب بمثلا استدعاء أو القبض على فلان وتنسى فلان. تعليقك على هذه الجزئية؟ أنا لا شك لدي بأن المنظمة الدولية بما فيها أصلا محكمة الجنايات الدولية فيه إلمنت سياسي، في عنصر سياسي أصلا في قراراتها أو في توجهاتها، لا شك عندي في ذلك. لكن المسألة في ما يتعلق بقضية محمود الوفلي مختلفة. الانتقائية في المشهد الليبي كيف؟ يعني مجلس الشورى بنغازي على سبيل المثال مصنف أنه هو تشكيل إرهابي داخليا وخارجيا، جماعة درنا مصنفين كذلك، فمن هو من صنف بأنه إرهابي انتهى أمره، ارتكب جرائم في نظر الآخرين بأنه انتهى أمره. لكن هذا ضابط في الجيش، جاء هذا الجيش ليواجه الإرهاب في بنغازي ويقضي عليه، فإذا به أحد رموزه قيادات المهمة جدا قائد محور يرتكب هذه البشاعات، هذه جرائم يعني قتل خارج القانون. البعض قال بأنه والله هناك أحكام صدرت، أي أحكام؟ قانون معروف، قضاء العادل معروف، حتى القضاء العسكري يعني فيه ضوابط فيه، لكن بهذا الشكل ثم فيها تحدي سافر مباشر أصلا للمجتمع الدولي ولجزء من المجتمع الداخلي، يعني أدينت فقام كرر هذه العملية مرتين بعد طلب الإحضار من قبل الجنائية الدولية. المسألة الأخرى أنه معاملة قائد عام الجيش، القيادة العامة للجيش التابع للبرلمان مع ملف محمود الغلاني الورفلي كان فيه تضارب وارتباك واضح، لم تتعامل معه بشكل سفر، بل أنه في رأينا القيادة العامة لها تصريح شهير تقول بأنه ما عندناش أسرى حرب، وكأنه يقول لمحمود الورفلي نفذ، فهذا هو الخيار الصحيح في التعامل مع المتطرفين في نظر هؤلاء. فإذا هناك اختلاف فيه ازدواجية لدى المجتمع الدولي أو لدى المنظمات الدولية، لكن حالة محمود الورفلي تختلف. الجيش الذي جاء يحارب في الإرهاب عناصر منا ترتكب جرائم لا يمكن تصنيفها إلا أنها إرهاب. ماذا يمكن نصنف هذا؟ قتل خارج القانون وإرهاب ترويع للآخرين. وأنا أعتقد بأن محمود الورفلي إذا استمر بهذا الشكل سيشكل تهديد لكل من يخالفه، لأنه الرجل ينطلق من عقيدة دينية حتى هو كذلك، وقد تحدث يعني تحدث عن هذا بشكل صريح. فما هو ضامن في أنه ينقلب ليواجه أي شخص يخالف بهذه العقيدة وبالسلاح الذي بين يديه وينفذ فيه جريمة القتل هذه؟ هذا أمر خطير يجب أن الجميع يقف فيه وقفة واضحة غير مترددة. طيب يا أخوانا، في هذه النقطة الإرهاب الثاني متفقين فيه، ماذا عن هذا الإرهاب؟ يجب أن نكون صريحين في مواجهته. طيب في هذه النقطة فقط نذهب إلى ضيفنا سيد ناصر. سيد ناصر، يعني مثل ما تحدث ضيفي هنا يعني عن مسألة الورفلي الآن أو هذه الحادثة وهذه الظاهرة الأخيرة، يعني الفيديوهات الأخيرة التي خرجت سلطت الضوء على يعني جرائم حرب ترتكب في بنغازي أو حتى في غيرها يعني من المدن الليبية الآن، برأيك هل سيكون فعلا في هذه المرة ربما رادع حقيقي أو أنها مثل المرات السابقة طلب أو هناك طلب للقبض عليه ولم يتم، ويتم يعني حتى تفادي الحديث عن هذه الجوانب وعن أمراء معينين؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بلا شك الجرائم التي قام بها الرائد محمود الورفلي جرائم الحرب، وهي حدثت في نطاق الصراع المسلح، وأغلب هؤلاء الأشخاص ربما كانوا أسرى لدى المرسلين أو لدى المجموعات المسلحة في بنغازي، ولذلك نحن لابد أن نتحدث عن العديد من الأمور الخاطئة التي الآن ما تختلف القوات المسلحة الليبية، وهي التزاوج بين القوات المسلحة وبين المجموعات المتدينة، حتى وإن كانت مجموعات سلفية، ولكن لا يجب أن يكون الأمر بهذا الشكل. القوات المسلحة الليبية تأخذ فتاوى من مجموعات دينية ومن شيوخ ومن هؤلاء الأشخاص قد يكونوا متطرفين، لأن السلفية نفسها في بنغازي منقسمة على نفسها، السلفية الحددية والسلفية العلمية التي تلتزم بكتب وفتاوى العلماء، وسلفية أخرى تسمى بالحددية هي من تسيطر على الأوقاف وعلى العديد من الأمور، وهي من تتعاون مع الجيش وربما يكون لها آراء متطرفة ترى أن هؤلاء بغاة وهنا خوارج يجب قتلهم، بينما أن رأي آخر أن هؤلاء الأشخاص يجب أن يحاكموا وأنه لا يجهد على جريحهم ولا يتبع مجرهم. الأمر في الخلاف فقهي، لذلك المجموعة التي تناصر الجيش ربما لها رأي متطرف و
وهو الذي استند اليه محمود الورفلي وغيره في تلك الجرائم التي هي بلا شك جرائم حرب، ولكن الان على القياده العامه ان تتخذ قرارا جريئا وحاسما بايقاف محمود الورفلي او بفصله من القوات المسلحه، وبان يخضع محمود الورفلي الى محاكمه حقيقيه داخل ليبيا. نحن كلنا ان نتجاوز عن المحاكمه الدوليه، اذا ما تمت محاكمه حقيقيه لمحمود الورفلي داخل ليبيا لا يشترط ان يسلم محمود الورفلي الى الجنيه الدوليه، لانه في حالات سابقه لم يسلم الذين قاموا بانتهاكات في بوغيب والذين قاموا في غوانتنامو والذين قاموا في العديد من الدول ولم يحاكم قاده هؤلاء سواء كانوا قاده الجيش او وزراء الدفاع او غيره. اذا نحن الان امام مشكله يجب ان نقوم بحل هذه المشكله القياده العامه للجيش بان تقدم الورفلي لمحاكمه حقيقيه او ان يتم فصل هذا الرجل او ايقافه من العمل. اما الحديث السابق عن ايقاف الورفلي من العمل نذهب الى السيد زياد دغيم. لم يكن حقيقيا. نعم، نذهب للسيد زياد دغيم. سيد زياد، الآن يعني آمر الغرفة الأمنية المركزية سيد ونيس بوخمادة قد أعلن أن قضية الورفلي هي شأن عسكري خاص بالجيش مثلما أشار، لا يسمح في الحديث عنها. رغم هذا يعني جهات أخرى خرجت ويعني قالت بأنها تتبع للورفلي، طالبت بإطلاق سراحه، هددت حتى قيادة الكرامة. هل هذا يعني أن أو هل نلمس هنا حتى انقسام في السيطرة الأمنية في مدينة بنغازي؟ لا لا، كما ذكرتك أولا للأسف لا نستطيع أن نقول فكرتي بشكل كامل، ولكن في لقاءات سريعة، أولا الحدث أمس أثبت نية القيادة العامة التجاوب مع القوانين والمطالبات الداخلية والخارجية. أثبتت إذا كان العادة للحكم يكون باسم الشعب أن الشعب أمس في بنغازي قال كلمته في موقفه الداعم للعقيد الورفلي، وذكر سبب بسيط وسبب أخلاقي. نحن أنا على نفسي قاعد بتضرب أو قاعد خارج ليبيا، والسيد الورفلي يقاتل في بنغازي وقاتل هو وزملائه دفاعا عني ودفاعا عن حريتي ودفاعا عن كرامتي ودفاعا عن أبنائي ومنزلي، ثم الآن نقف ضد هذا بعض الأخطاء التي نتمنى أن لم تحدث أو لم تتكرر. أعتقد أن بنغازي خالف كلمتها، ليس فقط في هذا الاختلافات التي حدثت، كما ذكرت أن هذا الهدف أساسا من هذه العملية الانتقائية لهذه المنظمات الدولية هو عملية ضرب والفتنة بين الجيش وأحداث هذه الربكة. الوضع للأسف الشديد البعض ينظر نظرة قصيرة، غدا بعد غد ستتحد المؤسسات في ليبيا وسنتجاوز خلافاتنا، ولكن سيبقى هذا الملف وسيلة للضغط والابتزاز الدولي. ليبيا حتى الآن لم توقع في الاتفاقيات التي تسمح بالتسليم، ولن نسمح أبدا في جميع الظروف لا بتسليم ابن بنغازي العقيد الورفلي ولا بمحاكمته داخليا او خارجيا. فكره المحاكمه الخارجيه مرفوضه، وحتى المحاكمه الداخليه مرفوضه. يجب ان يحاكم الجميع، كل ما ارتكب تجاوزات وفق القوانين الليبيه يجب ان يحاكم الجميع. اما ان نمارس الانتقائيه ونرضخ للضغوط حتى داخليا فهذا امر مرفوض. طيب ابقى معنا سيد زياد. نذهب للسيد عبد الحكيم معتوق من جديد. سيد عبد الحكيم، الان يعني حسب القياده العامه فقد ذكرت بانه محمود الورفلي موقوف عن العمل منذ فتره، لكن من جديد تخرج هذه الفيديوهات ومشاهد القتل يعني في مدينه بنغازي مره اخرى بيد يعني محمود الورفلي من جديد. ما معنى هذا برايك؟ يعني هل من الممكن أن تتكرر كذلك مثل اليوم يتم استدعاءه ثم من جديد نرى صورا أخرى؟ مثل ما قلت لك في الشق الأول من إجابتي عن سؤالك، واضح أن هناك حمية يعني لدى هؤلاء الشباب الذين يلتفون على محمود الورفلي، ما دفعه إلى التمرد عن الأوامر العسكرية. يعني إحنا حقيقة يجب أن نضع الأمور في سياقها الطبيعي والقانوني ونسمي الأشياء بأسمائها. عندما نتحدث عن فتنة
يجب أن لا نكون نحن من نقدم وقود هذه الفتنة. العالم يترصد بكل تأكيد. يعني إذا أنت أو أنا نريد أن نتحدث عن أطراف أخرى ربما ارتكبت فضائع أكثر من هذا الفعل المنافي مثل ما حكينا للقوانين والنظم، فهؤلاء يعني حقيقة يعني لم يكونوا منضويين تحت مؤسسة. نحن مثل ما تفضل الأخ السنوسي، هؤلاء موصوفون بأنهم إرهابيين وهناك قانون دولي ولا يعني يجرم أفعالهم وهناك حرب ضدهم، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نأتي ونمارس ذات الفعل في وقت نريد أن نبني مؤسسة عسكرية على نحو عملي يعني، ونريد أن نفعل الجيش أيضا. مسألة عدم قبولي للأوامر والتسريب أيضا المسجل في المناكفة الصوتية التي حصلت بينه وبين عون الفرجاني تثبت بأن هناك يعني حقيقة عدم التزام. هذه مشكلة. إذا كان هذا يتبع القيادة العامة للجيش الليبي عليه أن يلتزم بتعليماته في المرة الأولى، أوقف، يجب أن لا يكرر هذا الفعل حتى وإن أوقف وتم التحقيق معه، أو لا يتم تصوير هذا الفعل، لأن العالم الآن كله فضاءات يعني كله مجسات، ما يعني لا يمكن أن تخفي لا صوت ولا صورة على من يريد أن يراقب ويرصد. فتمنينا يعني إذا كان هؤلاء فعلا ليسوا أسرى وهم من الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسان الليبي واعتقلوا، يتم التحقيق معهم بشكل معلن ومصور وتصدر بشأن محكام ويكلف لهم محامون وربما تحضر حتى المنظمات الوطنية. المشكلة سيدتي هو الإخراج، إخراج العملية بهذا الشكل الذي يعني مثل ما حكيت لك يبعث برسالة تحدي يعني، وهذا نحن ليس بصدده، لأن نحن نريد أن نبني ونقدم صورة مختلفة عن ومغايرة للذي حصل في المرة السابقة والتي قبلها. فهذه المشكلة، المشكلة في السلوك الذي لا يعكس حالة انضباط لدى هذا الضابط، وهو ما يحدث خللا بنيويا مثل ما قلت لك في المؤسسة العسكرية التي ننشدها ونريدها أن تفعل على كل أنحاء ليبيا. طيب إذا نعود من جديد لك سيد البساكري، وربما نفس هذه الفكرة، يعني في البداية كان الورفلي مقبوض عليه أو يتم حتى استدعاءه يعني من قبل يعني القيادة العامة، ثم نراه مرة أخرى في صور وفيديوهات وهو يقتل مثل ما ذكروا بأن هؤلاء مساجين وأخرجهم وتم قتلهم أمام الناس في يعني أمام المسجد يعني مؤخرا، وقبلها كان في، ما الذي يضمن أنه لا يتكرر هذا المشهد من جديد؟ تسليم نفسه الآن أو حتى يعني امتثالة للأوامر العسكرية مثل ما ذكر، لكن ما الذي يضمن عدم إعادة المشهد؟ أنا أعتقد بأنه القصة يعني شديدة التعقيد لكنها بالمقابل واضحة، لا تحتاج إلى كثير تفسير. عندما قام الوفلي ما قام به في ثلاث حوادث سابقة، القيادة كانت ترى، قيادة العامة للجيش خليفة حفتر ومن تحت من قيادات وسطى كانوا يرون ويشاهدون ما يقع، ولم يحدث تحرك في اتجاه توبيخ السيد محمود أو طلب. كان هناك مذكرة إيقاف فقط آنذاك يعني، ثم تراجع عنها، لم يتم إيقافه وطلب التحقيق وكذا، لم يحدث هذا إلا بعد أن دخلت المحكمة الجنائية الدولية على الخط. فإذا مقاربة التعامل مع هذه الحادثة فيها خلل بالأساس، وأنا أعتقد بأنه الخلل بنيوي، عبارة ضيفك من لبنان، بنيوي بمعنى أن القيادة العامة في إدارتها لحرب بنغازي كانت صريحة والفيديو حاضر وشاهد، ما عندناش أسرى بهذا الوضوح، قال السيد خليفة حفتر ما عندناش أسرى قم بذلك، وجرى صار سيد محمود على هذا المنوال. فإذا أعتقد بأنها واضحة من هذا الجانب. هل سيكرر سيد محمود ذلك؟ هذا يعتمد على مستقبل ما سيحدث في بنغازي. أنا لا أرى أن المسألة معادية. أنا أعتقد بأنه مكالمة محمود الوفلي مع عون كانت صريحة واضحة. هناك خلاف شديد مع بين محمود الوفلي وبين أبناء حفتر. الرجل عندما تحدث عن اجتماع في ضاحية من ضواحي بنغازي، محمود الوفلي في مكالمته الشهيرة سمى 4 أشخاص منهم ابن خليفة حفتر في اجتماع مهم قيادي عالي، ووصفهم لمرتين في الشريط عفوا على هذه الكلمة الكلاب. لا يمكن أن تخرج هذه الكلمة عابرة، ولا يمكن أن يستقبلها ابن حفتر النافذ سياسيا
تعتقد وعسكرياً؟ يعني أن هناك تحدي ربما أنا أعتقد من بأنه قبل بأنه يعني المسألة الفلي لي بأنه المسألة ليست بالصورة التي ظهرت إخراجها بالأمس أنه والله تم استدعاء أو التحقيق معه والإفراج عنه. أعتقد بأنه هناك خلافات واضحة وصريحة ما بين قيادات ميدانية على الأرض، تسوية هذه الخلافات يعتمد على مصالح معينة ونفوذ معين، وإلا فالبديل هو مواجهات مواجهات قد تكون خطيرة. طيب نذهب إلى ضيفنا السيد زياد دغيم كذلك، وأذهب بك حتى إلى فكرة طرحها السيد سنوسي الآن بأن الضغط الدولي ربما اللي حصل مؤخرا بعد الفيديو الأخير للجرائم الأخيرة يعني نتحدث عنها الآن، هو الذي جعل يعني القيادة العامة تتصرف وتقوم بالقبض على الورفلي. تعليق من حضرتك على هذا الموضوع. موقف أستاذ ضيف الكريم والأستاذ السلوسي يناقض نفسه، يعني واضح أن يتكلم عن خلاف بين القيادة وما بين العقيد المفلي من ناحية، أو من ناحية ثانية يقول أنه يتلقى في التعليمات بقتل الأسرى وغير ذلك. المشكلة بس مسألة الامتثال حتى أكد عليها سيد أنيس بوخمادة البارحة، يعني الموضوع أعتقد أن مجتمع قد حسن. إذا كان المجتمع الدولي أو غيره وكل ليبي يريد العمل في هذا الملف عليه ان يجيب مدينه بنغازي بالكامل، مدينه بنغازي بالكامل تقف امام وراء وخلف العقيد الوطني الذي يدافع عن مدينه بنغازي ويدافع عن مدينه بنغازي. القياده امس، انا دائما انتقد في تصرفات ومواقف من القياده اثبتت انها قياده حكيمه فعلا، لان جنبت بنغازي من فتنه. القياده ترفض هذه الأعمال، تستنكر هذه الأعمال، حاولت أن تقوم بإجراءات معينة، وليس الموضوع يتعدى تماما هذه الترتيبية العسكرية وغيرها. لماذا؟ لأنها تمس بالمنظومة الأخلاقية. كيف نقبض ونطالب بمحاكمة السيد الوفلي الذي قام بإعدام مجرمين إرهابيين قتلة تم القبض عليهم في ميادين القتال، في الوقت نسكت على حرق ودمار مؤسسات وانقلاب على السلطة وانقلاب على الشرعية وتعذيب وتهجير مدن وإعدامات. طيب نكتفي بهذا القدر سيد زياد. المنظومة لوقت الحلقة فقط أعذرني. سيد زياد دغيم عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر موصول للسيد ناصر الهواري رئيس مؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، وكذلك سيد عبد الحكيم معتوق كان معنا الصحفي طبعا كان معنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت، والشكر الكبير طبعا لك سيد سنوسي البسيكري، شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا فاصل ونعود لكم من جديد لاستكمال هذه الحلقة من حصاد اليوم، ابقوا معنا. عندنا مادة رائعة، نريد أفلام الكرتون التي تبني هذا الجيل الجديد وتجعله يتحرك، معروف تعلق الأطفال بأفلام الكرتون. الآن معركتنا معركة المزاج العام على معركة الدراما، لأن الدراما وفلام الكرتون هي معركة امتلاك العقول. في الحديث الذي رواه أبو يعلى بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تهادوا تحابوا. كنا نأكل أطيب الطعام ونعطي نطعم الأسير أطيبه. إنهم ظنوا أن النصر مرتبط بسيدنا خالد، فأراد أن يعلم الأمة النصر من عند الله ليس من خالد. نحفزهم للأمام، خلهم يعملوا، يمكن هم يؤثرون في أبناء جنسي بأكثر ما مما نؤثر نحن. فقبل أن نتحدث عن الزهد ينبغي أن نوضح على الناس للناس ما هو الزهد. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. برنامج سواعد الإخاء يأتيكم في الأوقات التالية. بالشوق بالشوق نفتح كل باب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة ووصفات جديدة. بنديروا خليط الجبنة. اليوم راح ندير كيك الليمون، ثم الفلفل، كلاسيك أمريكان تشيز كيك، 3 كوب ونص سكر. إن شاء الله يكون عجبكم.
سفرتنا يأتيكم في الأوقات التالية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. أفاد مسؤول الملف الأمني بمدينة درنة العميد يحيى لسطى عمر ليبيا الأحرار بتعرض مناطق غرب درنة لقصف مدفعي الخميس لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، مشيرا إلى انفجار إحدى القذائف بالقرب من حي السيدة خديجة من دون وقوع أي أضرار. نتابع. تعرضت مناطق غرب مدينة درنة لقصف مدفعي وصفه العميد يحيى لسطى عمر بالعشوائي بعد توقف لمدة يومين. القصف الصادر عن مناطق مجاورة لمنطقة عين مارة المشرفة من أعلى الجبل على غرب مدينة درنة استهدف بطن الجبل الواقع بين الحجاج الغربي وساحل البحر. هدف هذا القصف، والكلام هنا لمسؤول الملف الأمني بمدينة درنة، هو إحداث صدى صوت قوي يفزع المدنيين ويحدث إرباكا في المشهد الدرنوي من أجل تحقيق أهداف حملة سالم الرفادي الإعلامية الأخيرة. العميد سالم الرفادي آمر غرفة عمليات المختار ألقى حجرا في المياه الراكدة بتصريحاته المتوعدة بقرب دخولهم إلى مدينة درنة عقب إعلانه انتهاء مهلة التفاوض مع حكمائها ومشايخها. إننا نمثل قوة مساندة للجيش. البيان الصادر يوم الأربعاء من مدينة القبة المجاورة لدرنة والمنسوب إلى أولياء الدم ومهجري درنة بحضور العميد سالم الرفادي كان بمثابة إعلان عن تشكيل قوة مساندة لعملية الكرامة في اقتحام مدينة درنة بقوة السلاح. تعلن مدينة درنة بجميع مكوناتها وتركيباتها التمسك بالحوار السلمي. أما البيان الذي يمثل المجلس المحلي درنة ومجلس شورى مجاهديها ومجلس الأعيان والحكماء والمجلس الأهلي الاجتماعي ومكتب دار الإفتاء وهيئة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة ومكتب المصالحة الوطنية والصادر يوم الخميس، فإنه كان إعلانا عن الرغبة في استمرار الحوار ورفض الاحتكام للسلاح والاستعداد لمكافحة الإرهاب. البيانان يمثلان وجهتي نظر طرفين في ساحة مفتوحة على كل الاحتمالات. يرى مراقبون أن دلائل العقول ووقع هذا الملف المواطنين داخل المدينة، ونحن كلجان مصالحة ومجلس أعلى المصالحة نحاول بكل طاقاتنا وإمكانياتنا أن نكف هذه المشاكل عن هذه المدينة وأن الأمور تكون في استقرار في المستقبل إن شاء الله. نعم سيد مكرز، هو تحدثت أنت عن الجانب الإنساني حتى والمدنيين، يعني وهذا ما نريد الاطمئنان عليه حتى في هذه الحلقة والحديث عن الناس الموجودين والمواطن في مدينة درنة. يعني كيف الوضع الآن الإنساني في المدينة؟ الوضع الإنساني معروف نتيجة الحصار، معروف الوضع الإنساني لدى الجميع، نقص في الأدوية والغذاء والمواد كامل، كل المواد الموجودة تكون معدومة يعني بكميات قليلة جدا التي يتناولها الناس الآن. فنحن نحاول ندخل المواد بالطرق السليمة والصحيحة مثل كمدينة درنة، مثلها كمثل باقي المدن الليبية، تدخل المواد بشكل طبيعي وسلس. طيب. المواد الطاقة لا تدخل مثل البنزين والغاز،
وهذه من ضمن المشاكل العامة التي نعانيها الآن فيه. نعم، طيب سيد مكراز، الآن اليوم يعني مكونات درنا قد أصدرت بيانا، في أي سياق جاء هذا البيان وما دلالته حتى في هذا الوقت؟ نتيجة هذه التهديدات الصادرة لاتجاه مدينة مكونات متماسكين بأمنهم وبحياتهم، ونرى أن المفروض أن الدولة تتدخل في حل إشكال مدينة درنة وبشكل صحيح وصارم، إلا أننا هناك تخاذل للأسف من الجميع تجاه المدينة، لا نجد أي دخول لأي جهة لمدينة درنة وتقدم المساعدة وتحاول أن تساهم معنا في حل مشاكل المدينة بشكل عام. نعم، نذهب للسيد الحصادي، أهلا وسهلا بك في حصاد اليوم. سيد الحصادي، باعتبارك ممثل عن مدينة درنة في الأعلى للدولة، كيف قابلتم تصريحات العميد سالم رفادي المؤخرة آمر غرفة عمليات المختار والذي توعد أهالي المدينة مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة هذه التصريحات وأمثالها تصريحات غير مسؤولة. هؤلاء القوم لا يعرفون مغبة الحروب والاقتتال. نحن حقيقة نرفض هذا التصعيد ودائما ندعو إلى التصفية وإلى التعقل وإلى تجنيب كل المدن الليبية وعلى رأس مدينة درنة الاحتراب والاقتتال، وخاصة أن الحرب أثبتت أن الضحايا الأوائل فيها هم من المدنيين. أما أن يقتل من المدنيين النساء والأطفال والشيوخ بأهواء وبتشييس وبأسباب وأهداف سياسية، هذا شيء مفروض. طيب، هل سيكون هناك موقف معلن من الأعلى للدولة على هذا الملف؟ نعم، موقفنا كان واضحا وقلنا كلمتنا من فترة. نحن لا يعني الآن بعد التهديدات الأخيرة الآن يعني وقفناها وتقدمناها، والآن دعيك من لو سمحت، والآن تواصلنا بشكل مباشر مع السيد غسان سلامة المبعوث الأممي ومع السيد فايز السراج باعتباره رئيس الحكومة الشرعية في ليبيا. قلنا له أنت رئيس حكومة لكل ليبيا ولكل الليبيين، ومدينة درنة مدينة ليبية وأهالي مدينة درنة من الليبيين. نحن لا قدر الله لو حدث تصعيد ضد مدينة درنة سنطالب بحماية دولية للمدنيين ولمدينة درنة وفق قرار 1973 الصادر عن مجلس الأمن، وأيضا قرار 2259. لا مكان للعبث بحياة وأرواح المدنيين، لا مجاملة مع استهتار بحياة المدنيين تحت أي مبرر وتحت أي سبب. أنا قلت في أكثر مناسبة، إذا كان هؤلاء القوم يرغبون الاقتتال فليذهبوا إلى الصحراء ويجنبوا المدينة والمدنيين الاقتتال. نحن خير على النسيج الاجتماعي ولا يأتي بخير على السلم الأهلي ولا يأتي بخير على الوحدة الوطنية، ورأينا هذا جليا وواضحا ما يحدث في مدينة بنغاز. طيب، نذهب للسيد محمد المغربي، ويعني سيد المغربي، الآن مدى إمكانية تدخل مجلس حكماء ليبيا كوسيط لفض هذا النزاع الحاصل؟ لأنه هذا النزاع أصلا يعني يؤثر حتى على حياة المدنيين مثل ما يؤكد الكثير ومثل ما نرى كذلك. أولا سيدتي الكريمة أحييك وأحيي كل ضيوف المشاركين في هذه الحلقة. نعم. وإحنا كمجلس حكماء ليبيا سيدتي الكريمة أنتم تعلموا حق اليقين. كان منذ 25 يونيو 2014 وحينما قدمنا مبادرة السلم في ليبيا، احنا نسعى للصلح دائما ونسعى للتفاوض ونسعى للحوار،
لأن الحوار لابد أن يتأتي منا خير، وبالتالي دائما نحن نشجع على الحوار ونشجع التواصل ما بين المدن حتى تذوب الفوارق والطبقات العازلة اللي تفصل المدن عن بعضها. نعم. فإحنا حقيقة نحدث دائما التواصل ودائما التفاوض، وأنا قبل قليل كان لي اتصال مع رئيس مجلس حكماء درنا وحطني في صورة الوضع القائم الآن في درنا وطلب مني تدخل شخصية أخرى كما تدخلت حينما دخلت درنا وأخرجت جثمان العقيد عادل الجهاني. نعم. وتناقشنا في بعض الأمور وبالتالي لابد من احنا لا ندافع عن ناس خارج درنا، لكن اللي نطالب به هو حوار عادل. طيب. يتعدى منا عمل وامان لدرنا وما حول درنا، يبعد عنها الناس اللي طيب سيد المغربي سواء من داخل ليبيا ومن خارج ليبيا. نعم. طيب سيد المغربي، في ظل هذا السعي، في ظل سعيكم للصلح والسلم بين الليبيين مثل ما ذكرت، يعني رأينا بيان مكونات درنا وقلت بأنكم حتى تلقيتم يعني تواصلا من قبل مجلس حكماء درنا وطلبوا منكم حتى التدخل في هذه المسألة، هل تنوون تدخل فعلا؟ والله سيدتي الكريمة احنا طبعا هذا عملنا عصر لما تدخلنا في 2011 حين بداية ثورة 17 فبراير المجيدة لما اتجهنا للغرب وكان في مشاكل في منطقة الغرب بالذات، تواجدنا في 2011 وكان لنا عمل يشهد عليه الداني والقاسي، وبالتالي احنا من الله ومن الوطن، احنا لما تحرك لله الوطن. نعم. وبالتالي أنا أطالب أخرى، هناك لجنة شكلت من مجلس النواب برئاسة المستشار مصطفى الشريع، هذه اللجنة يجب أن تعطى لها فرصة، يجب أن يعاد ترتيبها من جديد حتى يمكن تساعد في أنهاء الأزمة القائمة في درنا. نحن حنكون داعمين، حنكون تحت الطلب إذا طلب منا المساعدة. نعم. أو اتصال أو تواصل مع أي جهة من الجهات. نحن حقيقة لابد أن يتم تواصل حتى يعني نجنب المدينة بالذات الحرب والقصة مش سهلة. نعم. نذهب لسيد مكراز من جديد معنا من درنا عبر أسكايب. سيد خالد، الآن يعني مساعي، هناك مساعي موجودة من قبل أعيان وحكماء مدينة درنا وكذلك مجلس حكماء ليبيا، كذلك هناك سعي للصلح ربما وحتى المساهمة في هذا لتجنيب مدينة درنا هذه الحرب، تعليقك على هذه المساعي سيد خالد؟ أنت في الاستماع السيد خالد؟ طيب هناك مشكلة يبدو في الاتصال بالسيد خالد، سنعود لك من جديد. نذهب للسيد الحصادي، وكيف ترى هذه الجهود من مجلس حكماء ليبيا ومكونات درنا؟ هل برأيك من الممكن أن تجنب درنا هذه الحرب؟ نعم، بداية أنا أثني على كلام الشيخ محمد المغربي، وهذا كلام حقيقة مرحب به، وهذا كلام يعني يلم على المسؤولية ويلم على حقيقة أنهم مقدرون حجم الكارثة التي تحدث قد وقفت الدرنة. أنا أثني وأؤيد ما ذهب إليه بأننا يمكن أن نحل كل مشاكلنا بالحوار والتفاوض والتواصل، وخاصة لنا خصوصية خاصة نحن في برقة. برقة هناك يعني تركيبة اجتماعية متداخلة ومنسجمة، مدينة درنا في سيفساء وطن تتكون من مجموعة قبائل سواء
القضاء للحضور او للعبيدات او للمرقين، هذه التركيبه الاجتماعيه ستسهم في حل المشكله. ربما السيد محمد المغربي اشار الى قضيه اللجنه اللي تم تشكيلها، وهذا كان مقترح قد قدمت به للسيد عبيد الصالح لما التقينا في برازافيل في القمه الافريقيه، قلت لابد ان تشكل لجنه للذهاب الى مدينه درنا. اتمنى تفعيل هذه اللجنه برئاسه المستشار شريح، وان يكون في هذه اللجنه العديد من مشايخ واعيان مدينه درنا لنجنب درنا ولنجنب المنطقه ولنجنب برقة اي صراع مسلح اخر، اي صراع مسلح سيزيد من الازمه ولن يحل المشكله على المستوى القريب. الحروب والدماء لا تحل المشكله، ما يحل المشكله هو الجلوس والتحاور، لان القاتل والمقتول هو مواطن ليبي، وخاصه اذا كان القتل طال ونال المدنيين من الاطفال والشيوخ والمرضى. لهذا نحن ندعو الى التهدئه، ندعو الى ضبط النفس، ندعو الى الحوار. ايضا لن نشامل اي طرف لا يريد الدوله المدنيه ولا يريد مؤسسات الدوله، سنكون في وجهه ولن نشاملهم كما لم نشاملهم من قبل، نحن لن نشامل احد على حساب الوطن، نحن لسنا مع المغامرين ولسنا مع المقامرين من اي جهه كانت. نعم. ومهما كانت الدوافع، سواء كانت الدوافع عسكريه او كانت دوافع ايديولوجيه الى اخره من هذه الدوافع، الوطن لا يستحمل ودرنا لا تستحمل وبرقة لا تستحمل مزيد من الاقتتال والاحتراف، نحتاج الى تهدئه، نحتاج الى تواصل، نحتاج الى ان نحل مشاكلنا، نحتاج الى مرحله استقرار، نحن الان نطمح الى قضيه استفتاء على الدستور، نطمح الى انتخابات، لكن في ظل هذا التشظي وظل هذا القتال وظل هذه الفوضى الذي نراها في كثير من المناطق ونراها في مدينه بنغازي وهذه الاغتيالات وهذه التصفيات، هذا لا يخدم ليبيا باي حال. طيب. من الاحوال اذا نذهب ان نجلس وان نتحاور. نعم. وان نحصل. نعم شكرا. طيب نعم شكرا لك سيد منصور. نذهب إلى سيد المغربي وأسألك حتى على دور مشايخ العرف عامة، مشايخ العبيدات تحديدا، يتجاوز حدود البيانات والتصريحات إلى فرض حلول سلمية تجنب البلاد الحرب وويلاتها بما اكتسبوه من خبرة وحنكة وما شاهدوه حتى من نتائج الحرب على كل الأصعدة، يعني كيف ترى هذا الدور الآن وفي عام 2018 يعني من بداية هذا العام لحل حالة أو المحاولة حتى لحل أزمة درنا؟ والله سيدتي الكريمة، هو أمر بديهي أن يعني بدأت أولا يعني أمر مش حيصعب عليهم هم في حد ذاته تدبير الأمور. ثانيا درنا يعني زي ما قلنا يعني احنا مدينه لها خصوصيتها عندنا عند الليبيين كلها في شمال افريقيا كلها بصفه عامه. نعم. وانا حتى لما دخلت لها قلت انها مدينه في داخل الوطن، يعني كونها ما تجيش على كونها مدينه في داخل الوطن، وبالتالي لا تزيد ولا تنقص على كونها مدينه، اي مدينه في وطن ما تجيش على كونها مدينه في وطن مهما كان وضعها. وبالتالي انا يعني نزيد ناكد ونزيد نطالب سواء كان في طبرق سواء كان في القبه سواء كان في المعزيات في درنا ذاتها، لازم بجديه ولازم تجنيب المدينه الكارثه القادمه عليها، يعني لابد حتى سكان درنا يكون لهم دور كبير يعني في تجنيب المدينه والتحامهم مع اللي هم الناس اللي حواليهم يعني جيرانهم والمحيطين بهم، يجب ان يكون لهم دور اكثر فعاليه مما سبق. فحقيقه يعني مش حيصعب على قبيله العبيدات تشكيل لجنه او تولي حل هذا الامر الموجود بين ايديهم كلهم بصفه عامه، وان تعذر ذلك برقة واسعة وبيها بفضل الله سبحانه وتعالى من الرجال اللي يملكوا الحكمة ويملكوا القدرة ويملكوا الصمود في وضع الحلول اللي يقدروا يسوها. وهذا امر يعني موجود، يعني اعتقد انه لازم منا الان يجب ان تكون في جدية في هذا الامر هذه، ويكون في فصل ويكون في لقاء مرتقب ما بين سكان. طيب اذا نشكرك. نعم نشكرك جزيل الشكر سيد محمد إدريس المغربي رئيس مجلس حكماء ليبيا، شكرا لك.
ونذهب من جديد للسيد منصور الحصادي. سيد الحصادي، أنت ذكرت بأنكم تواصلتم كمجلس دولة مع رئيس المجلس الرئاسي، تواصلتم كذلك مع سلامة بإيجاز. الآن ما الخطوة القادمة لتجنيب أهالي درنا هذه الحرب؟ الخطوة القادمة تنقسم إلى شقين. الشق الأول حقيقة أن يكون دور فاعل للقبائل المحيطة بمدينة درنا، وخاصة قوتنا من قبيلة العبادات. درنا يعني بها قبيلة العبادات كما قلت، والمواطنين يكون لهم دور اجتماعي فاعل، وأن يجنبوا المدينة يعني أي جر إلى الحرب. الدور الآخر وهو يعني دور المجلس الرئاسي والبعثة الأممية. المجلس الرئاسي هو حكومة شرعية محترف فيها في العالم كله، ينبغي أن يكون واضح وصريح عما يحدث في مدينة درنا من حصار. نعم، لابد أن يكون. والاتفاق السياسي دور القبائل المجاورة، نعم، دور القبائل المجاورة والأمم المتحدة وكذلك الرئاسة. نشكرك جزيل الشكر سيد منصور الحصادي، عضو الأعلى للدولة. وكذلك الشكر لضيفنا سيد خالد المركاز، والذي كان معنا عبر السكايب من درنا، لكن يعني قطع الخط مع المركاز عذرا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من حصاد اليوم. دمتم في رعاية الله. مع السلامة.